السلام عليكم ورحمة الله، نرحب بكم في فيديو جديد في قناة أم جانا ولؤي في وصفة جديدة. لكن قبل ما نبدأ الوصفة مع بعضنا وما نقول لكم شو هي، روحوا اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد من فيديوهاتي، وما تبخلوش عليا بليجام في كومنتر بالطبع. ونبدأ على بركة الله. وصفة اليوم راح تكون غراتا، ما شاء الله هايلة بزاف وبنينة ونوعا ما جديدة، كيما نقولوا بشكل جديد، لانه فيها الديول. ايه فيها الديول. راح نبداو مع بعضنا مقاديرها، اللي هي عندنا مكعبات البطاطا قليتهم مربعات صغيره، عندنا شكشوكة عادي، فلفل وطماطم وبصل وثوم، شويه ملح شويه فلفل الكحل. احنا درنا شكشوكة، عندنا فرماج رابي، عندنا ثلاث بيضات، زوز قطع من جبن مثلثات، عندنا كميه من الدبشه والزيتون الاخضر وديول بالطبع، وكمية من الحليب. نبدأ على بركة الله. كأول خطوة نخلطوا الخليط، يعني الحشوة اللي راح نديرها. راح نضيف مع البطاطا الشكشوكة، الزيتون الأخضر، كمية من الدبشة، نخلي كمية للتزيين، كمية من الفرماج رابي، كمية نخليها للتزيين أيضا، وعندي جوز قطع من جبن مثلثات على هذه الطريقة، نقصو غير بطريقة عشوائية. يجي مذاقها ما شاء الله وبنتها هايلة، تجي طرية من الداخل ومن البرة مقرمشة، تجي شكلها يعني نتمنى تجربوها باش تفهموا واش راني نقول. بالنسبة ثلاث بيضات والحليب راح نخلطهم مع بعضهم، على هذا راح نضيف لها كمية، نضيف لهم عفوا كمية من الحليب، ونخلطهم مليح. هذا هو الخليط تاعنا تاع العظام والحليب، راح نضيف كمية منه، نخلي كمية قليلة فقط، راح ندهن بها أوراق الديول، ونخلط المزيج تاعي. على هذا النحو نجيب مول اللي تفضلوه نتوما ولا تختاروا شكله. انا جبت هذا المول الدائري، دهنته بالزبده ودرت له كميه من لاشابلور، وعندي اوراق الديول. نبدا في اول قطعه على هذا النحو، راح نديرها كميه من الحليب والبيض، خليط الحليب والبيض تاعنا، غير شوي برك ما نكسروش باش يلصقوا الاوراق مع بعضهم. نزيدوا القطعه الثانيه، يعني ما يهمش حتى اذا كانوا الاوراق تاعكم تقطعوا شوي عادي. نزيد القطعه الثالثه نحو. بعد ما درت ثلاث اوراق تاعي ودهنتهم بالخليط تاع الحليب والبيض، راح نصب الخليط في الوسط، يعني تشبه شوي البسطيله تاع المغاربه، لكن هما يديروها بالدجاج وعندها طريقتها، نجمو تقولوا بنت عمها بسطيله لكن بحشو تاع الخضار. على هذا النحو نقفل كيما هك، ندهن ايضا دهنة خفيفة برك، نزيد الورقة الثانية، راح يعطيو قرمشة هايلة
مع طعم الجراتان على هذا الشكل. نزيد الورقة الأخيرة هي اللي راح نفينيو بها، نحطها على هذا الشكل، نحاول ندخلها في الحواف. كما راكم تشوفوا، وندهنها من الفوق كمية الخليط اللي بقالي تاع البيض. نديرها في الفرن على درجة حرارة 160 لمدة تقريبا 20 دقيقة فقط، لأنه الرز تاعنا طايب يطيبو غير العظام ويتحمر ورق الديول تاعنا وتكون واجدة. من بعد كي نشوفوها تحمرت نديرو لها كمية الفرماج رابي اللي بقات ونردو باش يذوب الفرماج رابي تاعنا وتكون واجدة. كيما تشوفوا بعد ما طابت انا بديت نزين فيها، درت لها كميه من الفرماج رابي على الحواف، هي مازالت سخونه، نزيد ندير لها كميه من الفرماج رابي اللي بقالي على هذا الشكل. يعني التزيين اختياري، لكم الاختيار في التزيين، ما تقيدوش باش راني ندير انا. هنا عندي زهرة نتاع جذيوات وزهرة نتاع البطاطا، يعني قصيتهم جذيوات قصيتها على شكل خطوط كيما راكم تشوفوا هكا طولية، وقليتها ودورتها مع بعضها. نفس الشيء بالنسبة للبطاطا، قصيتها دي غوندال وحطيتها على هذا الشكل كيما راكم تشوفوا. وعندي خطام الجريوات ايضا قليتهم راح نزين بيهم. على هذا النحو كالشرائط هكا نديرهم شرائط هكا. هذه نزيد لها قطع من هنا، ندير كمية من الدبشة كيما قلت لكم. التزيين اختياري، كل وحدة وش متوفر عندها ادير. وجات على هذا الشكل. نتمنى وصفة اليوم تعجبكم وتجربوها وتخليوا لي رايكم في لي كومونتير. بالطبع ما تنسونيش بلي جام، فضلا وليس امرا، اللي مش مشترك يشترك في القناه باش تكبر عائلتنا. واحبكم في الله، سلام الله عليكم.